قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن تشبث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة بالسلطة يهدد بعودة لغة السلاح، محذرا من انفلات الوضع من جراء محاولات بعض الجهات التي لم يسمها نقل الصراعات الإقليمية إلى ليبيا. أضاف المسماري أن قوات الجيش الليبي تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار الموقع برعاية الأمم المتحدة. دعا إلى عدم العبث بإنجازات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 التي قادت البلاد لوقف إطلاق النار. ضم إلينا من بنغازي الكاتب والباحث السياسي الدكتور أحمد العبود، أهلا وسهلا بك إلى النافذة المغاربية بسكاي نيوز عربية. برأيك ما الداعي الذي دفع سيد المسماري لإطلاق هذه التصريحات التي يعني نبرة التحذير فيها عالية؟ صحيح، هو السيد المسماري المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أطلق هذه التصريحات في ظل واقع أولا عدم إجراء عملية التسليم والاستلام ما بين السيد عبد الحميد بيبة رئيس الحكومة المنتهي الولاية والسيد فتحي بشاغة رئيس الحكومة الجديد المعين من قبل البرلمان بعد إنتاج حالة التوافق مع مجلس الدولة. وواضح بمكان أن التحذيرات التي يطلقها المسماري ارتبطت أيضا بتحذيرات سابقة أطلقها السيد فتحي بشاغة عندما قال بأن السيد بيبة يقوم بتمويل الميليشيات في إنتاج للحالة الميليشيوية من جديد، وبعض هذه الأموال ذهبت للتنظيمات الإرهابية التي هاجمت مواقع الجيش في الجنوب الليبي في منطقة أم الأرانب، والجميع يشهد اليوم قيام الجيش بعملية عسكرية في منطقة غدوة تستهدف تنظيم داعش. هدف المستوى الأول. المستوى الثاني أن عملية التجيش لهذه الميليشيات وهذه التشكيلات المسلحة حذر منها رئيس الأركان السابق الذي تم إقالته من قبل السيد عبد الحميد بيبة والسيد محمد الحداد عندما قال بأن محذرا بيبة في اللقاء الذي جمعه معه بعد زيارته الجزائر بأن التشكيلات المسلحة وبأن رئاسة الأركان وبأن العسكريين الليبيين سوف ينأوا بأنفسهم من الصراع الذي من الواضح بمكان بأن هناك أطراف قريبة من السيد بيبة تعد له، خاصة في ظل فشل الذهاب إلى الخطة التي حاول إقناع الجميع بها، إقناع الأطراف الإقليمية وإقناع المجتمع الدولي إجراء الانتخابات في يونيو القادم. هذه الخطة التي تفتقد للواقعية والتي يجمع الجميع بأنها لن تحقق الهدف من إجراء انتخابات تعود بالأمانة إلى الشعب في شهر يونيو القادم. المستوى الثالث وهو الذي لابد أيضا التأكيد عليه بأن المجتمع الدولي لم يأخذ حتى هذه اللحظة موقفا واضحا من الحكومتين، الحكومة الأولى المنتهية الولاية على رأس السيد عبد الحميد بيبة ولا الحكومة الجديدة التي على رأسها السيد فتحي بشاغة، وآثر أن يؤجل عملية الاعتراف بحكومة بشاغة أو استمرار الاعتراف بحكومة السيد بيبة إلى ما بعد شهر يونيو وهو تاريخ انتهاء ولاية حكومة السيد عبد الحميد بيبة وفقا للاتفاق السياسي. التعثر أيضا الذي أصاب أو الجمود الذي أصاب عمل لجنة 5+5 والتهديدات المستمرة التي استخدمها بيبة بالعودة بعمل هذه اللجنة إلى المربع رقم 0 تارة بقفل الأجواء، تارة بقفل الطريق الساحلي، تارة بالاجتماع مع بعض التشكيلات المسلحة والتحريض على حالة الانسجام والتوافق الذي أنتجها مسار 5+5. فكل هذه القضايا وكل هذه التداعيات هي التي جعلت المتحدث باسم القوات المسلحة السيد أحمد المسماري اللواء المسماري للتحذير من الخوف من العودة إلى مربع ما قبل وقف إطلاق النار وما قبل أيضا التفاهمات التي أنتجها اتفاق مسار جنيف المسار العسكري 5+5. يخشى أيضا بأن هناك بعض الأطراف الإقليمية تريد إعادة إنتاج الصراع في ليبيا وتصفية ملفات إقليمية لازالت عائقة وشائكة، وهذه المرة على حساب دكتور أحمد الملف الليبي. هذا ما أود أن أسألك عنه ثانيا. هنا شرحت لنا موقف المؤسسة العسكرية في البداية من هذا الخلاف السياسي، لكن
لماذا يعني نتحدث الآن وفي إشارة في حديث سيد المسماري عن يعني أطراف خارجية وإقليمية؟ نحن شهدنا يعني تهدئة إقليمية في ليبيا أدت يعني إلى الحكومة حكومة الدبيبة التي يعني انتهت ولايتها، وكان في وقف إطلاق نار محترم وما كان في أي تحريض من أي طرف. ما الذي يمكن أن يدفع الآن الأطراف إلى كسر هذا الهدوء والذهاب لتصفية حسابات، مع أنه كل الأطراف يهمها الاستقرار في ليبيا عشان التجارة والاقتصاد؟ يعني خلينا نتكلم بأن الصورة ليست وردية بهذا الوضوح يا أخي يوسف. يعني الجميع يدرك تأثير الأزمة الحرب الروسية في أوكرانيا سواء على الاقتصاد الدولي أو على السياسة الدولية أو حتى على المناطق الصراع الموجودة في المنطقة، وهي مناطق نعم تبدو للوهلة الأولى بأنها خامدة، ولكن هناك الفحم أو النار التي تشتعل تحت الهشيم. هناك ملفات إقليمية دولية مرتبطة بإطار تفاوضي معطلة، وقد يكون من صالح أحد الأطراف تحريك هذه الملفات بإنتاج حرب على غرار ما يسعى إليه الدبيبة. يعني لاحظنا بأن هناك أطراف ظلت لسنوات طويلة خارج طرابلس، ومطالبة من قبل النائب العام أتت خلال هذه الفترة لهذا الشارع الليبي، وكل المهتمين بمعادلة الأمن القومي ومعادلة الاستقرار في ليبيا يتساءل كيف أتى هؤلاء ومن الأطراف التي فتحت الباب لعودتهم من جديد، ولكي يصدر بحقهم أيضا عفو من النائب العام. وأقصد هنا قادة من قادات الجماعة الليبية المقاتلة، وقادة لطالما ارتبطوا بالمحور القطري، واستضافتهم العاصمة الدوحة، وأيضا استضافتهم العاصمة التركية أنقرة، ومرتبطين بهذا المحور سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الثروات التي كونوها من خلال نهبهم لأموال الشعب الليبي. ونحن أمام استحقاقين، إذا ما كنا متفائلين فالاستحقاق الانتخابي خلال نهاية هذا السنة، وأعتقد بأن الأموال الفاسدة المنهوبة سوف تلعب دور في العملية الانتخابية، وإن لم نكن متفائلين فأن هناك مغامرة يدبر لها السيد الدبيبة، وأعتقد بأنه تحصل على ضوء أخضر ما من عاصمة من عواصم الإقليم حتى يذهب إلى إنتاجها، وخاصة أن هناك تجربة سابقة ارتبطت بنفس الشخوص القادمة اليوم. احنا شفنا في بعض الأسماء التي وصلت إلى طرابلس في الفترة الماضية، ويعني أثارت التساؤلات. البعض قال أنه لا مشكلة من وصول هذه الأسماء، يعني الآن فترة مصالحة، لكن البعض اعتبر أنه وصول أسماء يعني لعبت دورا عسكريا، دورا عليه علامات استفهام في السابق إلى طرابلس في هذا التوقيت، أنه بداية استعداد ربما لعمل ما. من هي هذه الميليشيات التي تقف اليوم مع دبيبي؟ لأنه البعض يعني من لا يعرف التوازنات في ليبيا جيدا يشعر بالحيرة أنه السيد فتحي باشاغا أيضا يعني الرجل له صيت جيد بين بعض المجموعات المسلحة، وهو قادر على التحدث إليها والتعامل معها. السؤال العجيب والغريب هنا أن يكون للسيد الدبيبة ثقل سياسي مالي على بعض الجماعات المسلحة أو الميليشيات، وأن يظهر في هذا الشكل، لأنه يعني من الخارج ينظر إلى الرجلين وكأنهما كانا في يعني طرف واحد في حزب واحد في غرب ليبيا. وبالتالي هذا تساؤل يطرح اليوم، كيف لا يستطيع السيد فتحي باشاغا حل هذه المشكلة من خلال علاقاته؟ ومن أين جاء السيد الدبيبة بهذه العلاقات مع بعض الجماعات؟ ألا بعض يعتبر أنه في مبالغة ربما فيها؟ يعني خلينا نتكلم أولا على صحيح، والمدخل والتحليل الذي طرحته في شكل سؤالك الممتاز صراحة يذهب بنا إلى تركيبة هذه التشكيلات المسلحة، علاقة هذه التشكيلات المسلحة بالرجلين وبماضي الرجلين. لما نتكلم على السيد فتحي باشاغا عندما أطلق عملية عندما كان وزير الداخلية أراد من خلالها تفكيك الميليشيات الموجودة في طرابلس،
طرقت تساؤل حول طبيعة العلاقة التي تربط السيد فتحي بشاغة بهذه التشكيلات المسلحة. التشكيلات المسلحة الموجودة في طرابلس كلها اليوم محسوبة على السيد عبد الحميد بيبة. تقول لي لماذا؟ أقول لك بأن هناك سطوة المال وهناك أيضا إغراءات وهناك أيضا حالة الشك والريبة لدى الميليشيات في رؤية السيد فتحي بشاغة لعملية الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس. والماضي يحظر لدى هذه التشكيلات المسلحة بأنها لديه رصيد في محاولة نزع أسلحة الميليشيات وتفكيكها ودمجها سواء في مستوى بشكل فرادة في الأجهزة الأمنية. لهذا العلاقة لم تكن جيدة على طول الخط ما بين السيد فتحي بشاغة وهذه التشكيلات المسلحة وهذه الميليشيات، خاصة وأن أصاب الاتهامات التي وجهها السيد فتحي بشاغة اليوم للتشكيلات المسلحة بأنها تشكيلات مرتشية وتشكيلات تتعامل وفقا لمنطق المال وتحاول تقسيم مناطق السيطرة والنفوذ في العاصمة طرابلس وبأنها تعيق عملية التسليم والاستلام. هناك تشكيلات أخرى أعتقد بأنها تشكيلات متعقلة أو تشكيلات ليس لديها مانع في وجود سيد فتحي بشاغة يستلم المقرات الحكومية في مدينة طرابلس. المال وليس غير المال هو تلك العصات السحرية التي يمتلكها السيد عبد الحميد بيبة والتي استطاع من خلالها تدوير الميليشيات وإعادة إنتاجها في شكل تحالف جديد. إضافة لذلك هناك التشكيلات المسلحة المتهمة بأنها تشكيلات راديكالية هي محسوبة على التيار الإسلامي السياسي والتي محسوبة أيضا على السيد المفتي الغرياني، وهي أيضا فتحت الباب لرجوع هذه الشخصيات القيادية التي لطالما ارتبطت بمعادلة الصراع في ليبيا، مثل السيد عبد الحميد البيبة، مثل السيد عبد الحكيم بالحاج أو السيد الساعدي أو إلى غيرها من الشخصيات. التشكيلات المسلحة تبحث على إنتاج تحالف جديد خاصة في ظل سلسلة من العقوبات الدولية التي سوف يتعرض لها أغلب قادة هذه التشكيلات المسلحة، سواء بتهم دعم الإرهاب وتمويل جماعات المسلحة في جنوب البلاد أو بتجارهم بالبشر أو بتهمة أخرى تثار اليوم في القضاء التونسي وهي تهريب النفط الليبي في 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 المتوسط. كل هذه التشكيلات المسلحة أيضا ترتبط بمنظومات ومافيا عالمية عاملة سواء في تركيا أو في مالطا أو في إيطاليا، وهناك تحقيقات تقوم بها الخزانة الأمريكية في علاقة هذه التشكيلات المسلحة بالمركز. لهذا هناك دعوة دائما لإيجاد آليات الإفصاح والشفافية الدولية فيما يخص العلاقة المركزي بمؤسسات الدولة الليبية. لا يختلف اثنان بأن السيد بيبة يستفيد اليوم من حالة اللا شك واللا يقين التي تنظر من خلالها الميليشيات لطبيعة دور وعمل حكومة السيد فتحي بشاغة في الأجلين القريب والمتوسط إذا ما تم عملية تسليم السلطة، ومستقبل هذه التشكيلات المسلحة. هل سوف يذهب السيد فتحي بشاغة إلى إيجاد إطار لتفكيك هذه الميليشيات وتسليم أسلحتها؟ هل سوف يذهب أيضا إلى تقديم تطمينات؟ وهنا الباب يفتح حول شهر 6 القادم، الكل ينتظر شهر 6 سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الداخلي الوطني في ليبيا، لكون أن سوف يظهر بكل وضوح مستقبل البعثة الأممية، مستقبل التحالفات والاعتراف الدولي بأي من الحكومتين، حكومة السيد فتحي بشاغة أو السيد عبد الحميد بيبة، استمرارها من عدمه. سوف يظهر أيضا من هو المبعوث الدولي الجديد، خاصة وأن نهاية ولاية السيدة ستيفاني سوف تكون في بداية شهر يونيو القادم. كل هذه التساؤلات هي التي سوف تطرح، وأعتقد بأن الصراع في ليبيا أراد له المجتمع الدولي أن يدخل مرحلة التجميد وإغلاق كل المسارات التي تقود إلى حالة احتراب أو الاشتباك ما بين التشكيلات المسلحة المحسوبة لكل طرف في مدينة في العاصمة طرابلس. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بنغازي الكاتب والباحث السياسي الدكتور أحمد العبود.